السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأفاضل. إن شاء الله أتكلم دلوقتي على موضوع مهم ومشهور في الكلينيكال براكتس، ألا وهو الإكس راي أوف بيز أوف فيفث ميتاتارسال. ده كومن تايب أوف تروما، وإحنا ماشيين في الأرض بتاعنا اللي هي الملساء اللي زي الفل اللي ما فيهاش أي حفر ولا حاجة، تلاقي رجليك اتعوجت لبره. فايه اللي بيحصل بين عند منطقه اللاترال اسبكت بتاعه الفوت؟ فبنصور الاكس راي نشوف الخط ده، ايه ده؟ هو ده كسر؟ هو ده مش كسر؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه. يعني مثلا الحاله دي وليكن دي جات لي في سكند الماستر انا وزمايلي وسكند قصر عيني، واول ما شفنا الخط ده ايه ده، حاله سبوتنج سهله وكتبت عليها كسر، تمام. طيب الانكل ده جالي مثلا في امتحان اف ار، وبصيت الانكل شكله نورمال والدوم كويسه والكالكينياس كويسه، وفي الاخر ميست فيلم ايدج، ان ده ترانزفيرس لاين، ده فراكشر في البيز اوف فيبس. بيز اوف فيبس فيري امبورتنت، فيري كومن سايت اوف تروما. لكن الفكره ده فراكشر ولا لا، ده فراكشر ولا لا، انا كتبت عليه فراكشر وهو مش فراكشر. ليه بقى؟ القاعدة الأساسية بتاعتنا في العلم in general أو في علم الأشعة، you see what you know. عارف المعلومة هتشخصها، مش عارف المعلومة هتتلخبط. الحمد لله الواحد بيغلط في الامتحان، يغلط على الفيسبوك، يغلط على الجروبس، بس ما يغلطش في البراكتس، ما تغلطش في الحياة. ده الموضوع بتاع النهاردة، الـ apophysis of base of fibs metatarsal. الـ base of fibs metatarsal أو الـ metatarsals in general نقول عنهم معلومة، ان في عندنا ابيفيسز وفي ابوفيسز. الابيفيسز عباره عن ايه؟ اوسيفيكيشن سنتر بيشارك في جوينت، بيشارك في ارتكوليشن. الابيفيسز اوسيفيكيشن سنتر بيشارك في اللينث بتاع العظمه. الابوفيسز ده ما بيشاركش في ايه؟ ارتكوليشن، وما بيشاركش في طول العظمه، لكن بيدي ليجامنتس او تندينس اتاتشمنت. يعني هنا البيز اوف فيبس الاسم التاني اللي هنقوله كمان شويه، ده بيدي انسرشن للخط الابيض الرفيع ده اللي هو التندوم بتاع البيرونيس بريفيس ماسل، بيرونيس بريفيس تندوم بيأتاتش للحته دي. يبقى ده الفرق بين الابيفيسز والابوفيسز. طيب في نقطه ثانيه، الابيفيس بتاع الفيرست ميتاتارزل عند البيس، وهنا شافت وفي هنا هيدن نيك، اما باقي الابيفيسز عند الهيد. اوكي، فاحنا عندنا ده ابيفيس بتاع الفيرست وده الابيفيسز بتاعت سكند ثرو فيف. احيانا ممكن الاقي اكسترا ابيفيسز بنسميها اكسسوري ابيفيسز او سودو ابيفيسز. طيب لكن ده ابوفيسز. نقول بقى المعلومتين ثلاثه بتوعه. النورمال ابوفيسز بتاع البيس اوف فيفز بيبان كهيئه سمول تشيب لينير بون فراجمنت، اهم حاجه بقى لونجيتودينالي اورينتد، بارلل اكسس بتاعه الفيبس ميتاتارسال بون وليس هوريزونتال. يبقى كل ما هو longitudinal ده الابوفيسز وليس فراكشر، لان ده مكان مشهور لفراكشر. انا عارف ان انت هتقولي لو فراكشر ما تبص على السوفت تيشوز، ممكن تلاقي شويه إديمة، شويه سويلنج، سمادجنج للفات بلينز اللي حوالين التندون ده اند سو اون. لكن اللي بيخلص لي القصه دي longitudinal ولا ترانسفيرس؟ فهو longitudinal oriented parallel مادر بون للبيز اوف فيب، خلاص على كده ده ايه؟ ده النورمال ابوفيسز. بيظهر تقريبا من عند 10 ل 12 سنه، فروقات خفيفه بين الميل والفيميل، وبيلحم بعديها سنتين الى اربع سنين. يعني فتره الادوليسنس، فتره اللي بيلعبوا كتير وبيتنططوا كتير، وممكن ايه عرضه لانهم رجليهم تتعوج كتير جدا. تمام؟ اوكي. المعلومه برضو ان ده بيز اوف فيبس لونجيتودينال اورينتد، دي الحاله الاولانيه. يعني لونجيتودينال اورينتد ده كده يبقى نورمال؟ ايوه نورمال، لا حرج. انا هقولها في المحاضره، انا غلطت فيها في امتحان سكند ماستر قصر عيني وكتبت على دي فراكشر، عشان كده بقول لكم يو سي وات يو نو. وما عرفتش المعلومه دي غير بعديها بفتره، يعني ليه زميلي هنا فراكشر وزميلي هنا فراكشر، وكنا في حاله سبوتنج وكلنا كنا مبسوطين ان احنا شخصنا حاله من 15 صح يعني، وفي الاخر اتضح عندنا ديفكت في النولج، في البيزك نولج. فلا حرج زمايلنا الصغيرين اللي بيسمعونا، تمام. المعلومات دي صعبه، المعلومات دي تقيله، لا هي الحمد لله ان جاء وقت يعني بدري مثلا في حياتكم انكم تسمعوها وتسمعوها صح. انا مثلا عرفتها متاخر لما بدات في الاف ار سي ار، فلا حرج. يعني نكمل. يبقى ده نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال لونجيتودينالي اورينتد بون فراجمنت عند البيس اوف فيبس. البيس اوف فيبس التب بتاعتها اسمها التيوبروزيتي اوف البيس اوف فيبس او ستايلويد بروسس، اللي ممكن يحصل فيها افالجن لوحديها.
تمام. برضو التندون اللي اتاتش الحته دي هيشدها بالكامل اللي هو البرونيس بيبس، فساعات بيسميها افالجنت فراكشر، بس الكسره هيبقى ايه؟ هوريزونتال وليس لونجيتودينال. طيب تعال نشوف المنظر ده، يا نهار ابيض دي شكلها عظمه ومتكسره. نورمال، ازاي هي كده؟ انت ممكن اولا المعلومه الاولانيه دي 100% هنلاقي عندهم الابوفيس، فيعني مش هت يعني في السن ده لازم تلاقي الابوفيس. المعلومه الثانيه ان ممكن يجي بمالتي سنتريك اوسيفيكيشن، يعني هنا في سنتر والتاني وفراجمنتد، كل ده ممكن يبقى نورمال. ايوه ما فيش اي مشكله. لونجتينال ولا لا؟ لونجتينال ولا لا؟ نفس الشيء وبدا يلحم، يعني هنا ايه مراحل مختلفه. المعلومه اللي كمان بقى دي، خلي بالك commonly misread او misinterpret as avulsion fracture. يعني ما انا لو ما اعرفش معلومه انها نورمال، ما اعرفش معلومه انها لونجتيدنال، ما اعرفش معلومه انها مالتي سنتريك، كل ده هعتبره ده كسور وكراشد انجري وكلام بقى يعني غريب ممكن الواحد يقوله. فالمنظر ده طبيعي جدا provided that ان العيان جاي في تروما، هقول كل ده نورمال. طيب فرضا العيان مش تروما لكن عنده كرونيك بين في الحته دي، في الحاله دي كرونيك بين ومنشن عليها بالظبط، العيان بيشاور عليها بالظبط، انا ممكن اعرف ازاي؟ تحط كده ميتاليك ماركر على السايت اوف بين، فهتلاقي ان هي دي والمنظر ده اللي هو نورمال، ساعتها هنقول ده سام سورت اوف تراكشن ابوفيزايتس بتحصل نتيجه ريبيتد مايكرو تروما، يبقى الكلينيكال هو اللي هيفرق معايا. لكن دي افالجن فراكشن؟ لا خالص، هوريكم دلوقتي المنظر بتاع الافالجن فراكشن. طيب هنا بيقول لك دي نورمال ولا ابنورمال؟ ما هي زي العسل اهي، ادي لونجيتودينال اورينتد الكلام اللي انت قلته، بس انا حاسس ان في هنا ايه اللي هنا؟ هنا شايفين يا جماعه الاسود ده؟ الاسود ده ريديولوسنت فات، ريديولوسنت فات فده نورمال. اما هنا سمادج فات، ديرتي فات اللي بالالترا ساوند هنلاقيه ايكوجينيك فات، فده دليل ان في هنا سم سورت اوف ايديما. لا انا محتاج اعمل ايه؟ لو بصيت على الصوره من غير ما تستخدم السيتنج اللي على المونيتور بتاعتك انت ظلمت العيان، لان انا هقول كده ايه؟ ما انا عندي نولج الحمد لله لونجيتودينال، يبقى ايه؟ يبقى نورمال ابوفيسز. نزوم، عملنا زوم لقينا لونجيتودينال لكن في ثين ريديولوسنت ترانزفيرس لاين، هي في نورمال ابوفيسز لكن في فراكشر لاين اولسو، تمام. فنخلي بالنا على الرغم ان النورمال ابوفيس موجود لكن الهوريزونتال لاين موجود، يبقى في فراكشر، هو ده اللي بنتكلم. طبعا عشان مينيمالي او لا ده ان ديسبليسد فراكشر فممكن يمس منه، فنخلي بالنا ان علامه السوفت تيشو حلوه. هنا مثلا ادي نورمال ريديوسنت فات، نورمال ريديوسنت فات لكن هنا الفات سماجد، يبقى في هنا ابنورماليتي. لو الابنورماليتي نوت ريليتد للتروما ممكن تطلع شويه بين، يبقى تراكشن ابوفيزايتس بتشبه النورمال، لكن مع التروما ادور بقى على خط بالعرض، خط بالعرض لقيته اذن فهو فراكشر لاين للبيز بتاع فيفز او اللي اسمها تيوبروستي او ستايلويد بروسيس. طيب يبقى عندنا في هنا بقى ثلاث اماكن لفراكشرات في الحته دي. عند البيز اوف فيفز لو التب بتاعتها هي اللي هوريزونتال لاين فيها افالجن فراكشر، يبقى ده بتاع التندو. بعديها تقريبا مثلا بسنتي ونص ولا حاجه جونز فراكشر. الجونز فراكشر بيتميز انه اكسترا ارتكولر، يعني الافالجن ممكن يوصل للارتكولر سيرفيس لكن الجونز بعديه بشويه. بعديه بقى لونج الشافت، ده اسمه ستريس فراكشر او تروماتيك فراكشر، هنشوف دلوقتي الحاجات دي واحده واحده. ده يا جماعه الاثنين تندونز اللي بتعدي بوستيرور للفيبولا اللي هم بيريبريزنت اللاترال ماسكولار كومبارتمنت اوف ذا ليج. انتوا عارفين ان الليج تتقسم اربعه ماسكولار كومبارتمنتس، الانتيريور اللي فيه تيبيلس انتيريور واخواتها، اللاترال اللي فيه البرونياي لونجس وبريفيس، والاثنين البوستيرور سوبرفيشال اللي هي جاستروكيمس سوليس وبلانتيرس، والديب اللي هي البوستيرور تيبيال واخواتها. طيب هنا اللاترال كومبارتمنت البرونياس بريفيس بيأتاتش للبيز، بيأتاتش للستايلويد بروسس تيوبروستي وات ايفر الاسم، عايز تقول يعني سهل على نفسك للبيز اوف فيبس، فممكن مع سيرتن تايب اوف مومنت يطيرها، ممكن يطيرها بالكامل او يطيرها جزء او يبقى ان بليس، فالمهم ان هو هوريزونتال لاين، تمام ترانسفيرس لاين. هنا بيقول لك يعني ده كومن مود اوف انجري اللي هي الفورسد ايفرجن او انفرجن، تمام انفرجن بقى يعني زي مثلا الكعب بتاع البنات ولا حاجه ولا كده، او احنا الموضوع يعني مشهور اللي هي ايه حته حفره في الارض، دي مشهوره قوي 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 قوي، تمام.
فهتلاقي حفره في الارض رجليه اتعوجت لبره بالطريقه دي، وبالتالي حصل التايب ده اوف انجري. فالاكس راي اتعمل دور لي على كسر، في كسر هوريزونتال. ايوه خلاص. طيب قبل ما نقول في كسر ولا لا، ده ماتيور سكيلتون ولا اماتيور سكيلتون؟ ده حصل فيه فيوجن، فعلا حصل فيه فيوجن، كل الفايسز فيوزد، يبقى خلاص ده ماتيور سكيلتون. هوريزونتال لاين افالجنت فراكشر للبيز اوف بيبس، او حتى ممكن نسميه بيرونيس بريفيس افالجنت فراكشر. تمام. طيب الاخبار هنا، ده اماتيور سكيلتون لسه طفل صغير، وده اللونجيتيودنال لاين بتاع البيز اوف بيبس، كلام جميل، لكن فيه هوريزونتال لاين يبقى ده فراكشر وذ نورمال. الفراكشر ده اتاتشد للبيز، يعني تقريبا لو كمل هيوصل للانتر ارتيكولر، يبقى هو ده الافالجنت فراكشر. لو عديت سنتي ونص انا بتكلم فيه تاني فراكشر موجود عندي، يبقى ده كده لغايه دلوقتي الافالجنت فراكشر بتاع البيز اوف بيبس. انذر وان اماتيور سكيلتون، لان لسه في الابوفيسس موجود، وفي الهوريزونتال لاين انذر افالجنت فراكشر للبيز اوف بيبس او للتيوبروزيتي بتاعتها. طيب ايه راينا؟ ده ماتيور وده ماتيور، ممتاز. لكن ده فعلا لو كملت هيوصل الارتيكولار سيرفيس الجوينت، يبقى ده الافالجنت فراكشر بتاعنا، لكن undisplaced. امال ده هنا من التيب بتاعتنا، لا عدى السنتي ونص، هوريزونتال كومبليت ترانسفيرس فراكشر اكسترا ارتيكولار، يبقى ده شكله تاني واحد. اكشولي احنا بنقسم الكسور في الحته دي الى ثلاثه زونز، زون واحد او زون A اللي هي بتاعه التيوبروزيتي، زون 2 اللي هي بعديها بسنتي ونص اللي هي بتاعت جونز فراكشر. عشان كده ساعات دي بيسموها سودو جونز فراكشر او دانسر فراكشر، اللي هم مثلا البنات الصغيره اللي بيرقصوا باليه او جمباز او كده، فممكن عرضه ان رجليهم برضو تتني لبره، فده سودو جونز او دانسر فراكشر، وده جونز، ده زون 1 وده زون 2، او يسموها A و B و C. زون C او زون 3 اللي هي الشافت بقى نفسه، لو كملت بعد كده ده ممكن يجي كسر عادي تروماتيك، مش هنديله اسم، او يجي مش تروماتيك ريبيتد تروما لكنها مايكرو تروما، اللي هو الاستريس فراكشر. هقول لكم هنفرق ما بين الاثنين ازاي. احنا خدنا الافالجن فراكشر اللي هو زون 1، ده دلوقتي زون 2 اللي هو جونز فراكشر. مهم يعني ان انا افرق بين زون 1 وزون 2، ما الاثنين قريبين من بعض، ده احنا بنتكلم في سنتي ونص، يعني واحد في اول سنتي ونص والتاني بعديها بسنتي ونص تاني، يعني مفيش مشكله. بتاع الافالجن باي ذا واي اتس مور كومن، الجونز ليس كومن لكن مور كلينيكالي امبورتنت. برضه فورست، بس شايفين ده واحد بقى يعني كان بينتقم من التاني، انا ما اعرفش ده برشلونه وده مين، بس واضح انه كان بينتقم منه، فده حصل له جونز فراكشر اللي هو ايه زون 2. هيبقى زي التاني؟ لا، جونز فراكشر حصلت، اديله مسمار، يعني ثبت، مش هيلحم لوحده، فيري باد هيل. ده انا ممكن كمان بعد ما ثبته بالمسمار برضه ما يلحمش. فنخلي بالنا ان الكسر الاولاني لا، ده بيناين تايب، البروجنوز بتاعه حلو، لكن التاني البروجنوز بتاعه وحش. فمهم ان انا اقول للكلينيشن ان ده في زون 2 اللي هو بعديها مثلا بسنتي ونص، انه ترانسفيرس اكسترا ارتيكولار لايكلي تو بي جونز فراكشر، فنخلي بالنا من النقطه دي. يعني ده كده عدى السنتي ونص وترانسفيرس، خلاص ده جونز فراكشر، ده محتاج سم اجريسيف مانجمنت. وتاني يا جماعه السوفت تيشوز، شايفين هنا ريديولوسنت وهنا فقدت، يبقى في شويه فات اديما حواليه. برضو تاني ترانسفيرس كومبليت اكسترا ارتيكولار فراكشر، ده هنا زون 1 اللي هو الافالجن فراكشر، ده زون 2 اللي هو الجونز فراكشر. جود بروجنوزس، لكن ده باد بروجنوزس، نون يونيون، ده هيبقى فيه مشهور قوي انذر جونز فراكشر. اوكي، هنا مثبتينه ومع ذلك العيان بيشتكي، ده متثبت بقاله سنه ومع ذلك الريديولوسنت لاين موجود، اتعمل له سي تي بيقول لك ان في شويه سكليروزس عند الفراكشر ايدجز، فبالتالي نان يونايتد مع انه متثبت بسكرو، فالفراكشر ده للاسف الهيلينج بتاعه وحش. طيب تعال نشوف دي الحاله الثانيه اللي جبتها في الاول خالص، وقلت لكم ان البيز اوف بيبس الجونز فراكشر ايا كان بقى الحاجات بتاعه البيز اوف بيبس ان جنرال، سواء افالجن او البيز او الجونز، ايزلي ميست في الانكل فيو. يعني لو انا بعمل فود فيو هصورها وهلقطها، لكن لو انا بعمل انكل فيو دايما بتظهر لي ات ذا فيلم ايدج، حاجه اتعلمناها في الاف ار اسمها فيلم ايدجز، يعني قبل ما تخلص باقي الفيو بص على الطرف، بص على الطرف، بص على الطرف. طبعا احنا هنا بس واكلين الطرف، يعني هو المفروض يبقى مكمل على كده،
اوكي. فالفيلم ايدج مهمه جدا عندنا، بالذات البيز اوف فيبس في الانكل اكس راي. نفس الفكره ده برضو انكل اكس راي، لو انا ما مشيتش بسيستم يعني الانكل اكس راي، انا هبص على الكالكينيوس والتيلس وكل حاجه والكيجر بادو فات صبتش كله، لكن ما ننساش البيز اوف فيبس. اوكي طيب الزون اللي بعد كده يعني ممكن سنتي ونص، بعد كده سنتي ونص، بعد كده ايه اللي بعد كده؟ بدأنا في الشافت نفسه. الشافت نفسه بيحصل فيه شافت فراكشر او زون سي فراكشر، ودي لو جاي في اكيوت تروما تروماتيك فراكشر عادي بس هيبقى كومبليت، لكن ده انكومبليت. دي اول نقطه. وكمان معاه كورتيكال ثيكنينج، وممكن لو خدت هيستوري العام مش مهبوط دلوقتي. امال ايه ده؟ ده عنده بين فيها او اتخبط من فتره وعنده بين فيها. المهم ده هنا في كورتيكال ثيكنينج وانكومبليت هوريزونتال لاين، ده كلاسيك ستريس فراكشر. يبقى زون في سي بتاعت الستريس فراكشر هي تبعد سنه بسيطه جدا عن الجونز فراكشر، بس ليها كريتيريا واضحه جدا اللي هي ايه؟ هتلاقي كورتيكال ثيكنينج وانكومبليت، كورتيكال ثيكنينج وانكومبليت، يبقى دي زون سي او ستريس فراكشر. وهنا بيجيب لك بقى الثلاثه زونز بتاعتنا، ده النورمال هيبوثيسز، ده كده الزون الاولانيه اللي هي سودو جونز او دانسر، وده الزون الثانيه اللي هي جونز، ودي الزون الثالثه اللي هي يا اما تروماتيك فراكشر كسر واضح، يا اما انكومبليت ومعاه كورتيكال ثيكنينج اللي هي الايه ستريس فراكشر. من ثاني ادي كده الزون الاولانيه الثانيه الثالثه والنورمال ابوفيسز لازم يكون لونجيتيدنال. طب لو لقينا هنا عضميه والكورتيكيتد دي هتبقى اكسسوري بون اسمها اوسيكل، هنتكلم عليها حالا. يبقى ادي كده زون 1 هنا كان نون ديسبليست لكن هنا ديسبليست، هنا زون 2 ممكن انكمبليت او كومبليت، هنا زون 3 ممكن تبقى تروماتيك فراكشر او نون تروماتيك اللي هي معاها شويه كورتيكال ثيكنينج وانكمبليت، دي اللي هي الستريس فراكشر. طيب الكلام ده مع التروماتيك كونديشنز. في حاجات بقى بتافكت البيز اوف فيبس نون تروماتيك، طفل برده 10 12 سنه جاي بيشتكي بين، انت اتخبطت؟ لا ما اتخبطتش، حطيت ماركر لقيت عليها بالظبط، وهنا مثلا في شويه irregularity، هنا مالتيبل اوسيفيكيشن سنتر، سنه وايدنينج، صدقوني كل ده هيعدي نورمال. كل ده هيعدي نورمال لو في حاله التروما لانها كلها لونجيتيدنال، لكن في حاله البين اللي هي نون تروماتيك ده ممكن يكون تراكشن ابوفيزايتس اللي اسمها ايزلين ديزيز. فلو عندنا ولد مثلا ولا بنت 10 12 سنه 13 سنه يعني في السن ده وبيشتكي ببين والبين منشن على هنا بالظبط ومش تروما، يبقى ممكن سنه الوايدنينج سنه الايرجولاريتي تكون عباره عن تراكشن ابوفيزايتس. انا بحط البوسيبيليتي في الاكس راي لكن ما بقدرش احلف. اللي ممكن بقى يحلف فعلا الرنين لو لقينا فيه اديما باتن سوب تيشو اديما حواليها انت بون مارو اديما جواها انت صور، فده اسمه تراكشن ابوفيزايتس او ايسلين ديزيز. في كونديشنز ثانيه بتبقى عباره عن اوسيكلز اكسسوري بون، اس وحط لها اسم اس وهنا فيسال يهنا اسم كده غريب انا ما بعرفش انطقه، ممكن تكون فيري سمول اوسيكل في ماتيور سكيلتون تمام، الاوسيكل كبرت شويه، لا الاوسيكل كبرت قوي يبقى ممكن يكون العيان اسيمتوماتيك لو كانت سمول او سيمتوماتيك لو كانت لارج، واحيانا بيعملوا لها ممكن سيرجيكال ريسكشن اما ممكن فيكسيشن اكوردنج بقى للايه للسيرجيكال اوبينيون، يعني ما بيسيبوش حاجه زي كده. ده هنا طبعا فيري لارج اوسيكل لكن هنا فيري سمول اوسيكل immediately ريليتد للبيز اوف فيبس، فدي اسيمتوماتيك اند سيمتوماتيك تايب. انذر كيس اوس فيسيليانم اوكي مفيش حواليها اديما ولا حاجه مع التروما ما تقلقش ده مش افالجن فراكشر ده ويل كورتيكيتد بون انتيميتلي ريليتد للتيبروستي بتاعت البيز اوف فيبس اوكي. المره دي اللي هي لارج اللي هي غالبا سيمتوماتيك ممكن تيجي يونيلاترال باي لاترال ومحتاجه سيرجيكال انترفيرنس. طيب في اوسيكل ثانيه لكن مش اميديت ريليتد، دي بعيده شويه، هتلاقيها ممكن ريليتد للسالكس اوف كيبويد بون تمام، او عند الكالكينيو كيبويد جانكشن، دي اسمها اوس بيرونيم لانها اوسيكل الونج الكورس بتاع البيرونيس بريفيس تندون، ممكن تكون واحده ممكن تكون اثنين بايبرتايد فيرسس فراكشر، هي دي ممكن تتكسر؟ ايوه ممكن تتكسر. طبق بقى القواعد بتاعتنا والكورتيكيتد ولا لا، في اديما حواليها ولا لا تمام. فده مثلا جاي تروما دورت على كل حاجه بالذات عند البيز فيبس الدنيا شكلها كويس، ايه ده في عضمايه هنا اوس بيرونيم مشهوره قوي قوي قوي، تقريبا ربع العيانين هنلاقي عندهم اوس بيرونيم.
يعني اعديها طول ما هي ويل كورتيكيتد، سواء واحده او اتنين عديها، لكن اول ما تلاقيها فيها شارب ايدجز حواليها سوفت تيشو اديما ولا حاجه، في بوسيبيليتي انها ممكن تكون فراكشرد اوسبيرونيوم. لكن الحمد لله دي طبعا ايه حاجه رير، اللي ماتش ماتش مور كومن الفراكشر بيز اوف بيبس هوريزونتال لاين هنا، لكن الحاجات دي طبعا ايه اقل في الانسيدنس. فهنا بيقول لك يعني ده برضو انذر اوس بيرونيوم، والديفرنشال بتاعها حاجات تانيه كتير، من ضمنها ان ممكن يكون في هنا فراكشر ونون فيوز. يبقى التجميعه بتاعه الابنورماليتيز للاكس راي للبيز اوف بيبس ممكن يكون عندنا ايه، ممكن يكون طبعا ده مثلا النورمال، خلاص النورمال لونجيتودينال اورينتد، او لو لقيناه هوريزونتال وواخد التيبروستي بس يبقى ده افالجنت فراكشر سودو جونز او دانسر، لو لقيناه هوريزونتال كومبليت وواخد يعني منطقه ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم التيبروستي يبقى جونز فراكشر وهتلاقيه تروماتيك. طب لو كان نون تروماتيك مفيش انكمبليت وفي شويه كورتيكال ثيكنينج، هتقول لي هنا قريب من هنا، يعني الزون سي قريبه من الزون بي، كلام جميل، لكن كورتيكال ثيكنينج وانكمبليت وان ابسنس اوف تروما، ده اللي هحطه ستريس فراكشر. لكن لو جه بعد كده هيبقى تروماتيك فراكشر زون سي. طيب الحاجات دي اللي هي تروماتيك، النون تروماتيك ده شكله نورمال لكن العين بيشتكي مره واثنين وثلاثه وفوكس على الحته دي، يبقى ده تراكشن ابوفيزايتس انسلين ديزيز. طيب ايه النقطه البيضه الصغيره دي؟ سمول بون اوسيكل ريليتد للبيز اوس بيسلمين. طب دي المره دي ريليتد للكيبويد اوس بيرونيوم. تمام اي هوب ان اكون يعني غطيت النقطه بتاعه البيز اوف فيفز. افتكروا دايما النورمال بيز اوف فيفز لونجيتودينالي اورينتد، الفراكشر almost always هيبقى transverse. يلا بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.